أود أن أبين لطالب العلم أهمية أن يعتني بالقرآن عموما وبتفسير آيات الأحكام خصوصا. فأما العناية بالقرآن فإنه لا فلاح للعبد ولا نجاح ولا صلاح ولا استقامة إلا إذا تمسك بكتاب الله عز وجل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فمن تمسك بكتاب الله قراءة وحفظا وتأملا وعملا بعد ذلك فهو الناجي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكتاب الله هو حبله وهو الصراط المستقيم. من تمسك به وعني به نجا، ومن شغل عنه وتركه فقد هلك. وإن المرأة ليقاس نجاحه وفلاحه وإصابته من خطأه بكثرة عنايته بكتاب الله عز وجل. وما أكثر امرؤ من القرآن إلا كان قراءته للقرآن سببا لتوفيقه في اجتهاده في نظره وفقهه، وكانت قراءته للقرآن سببا في استقامة لسانه وإصلاح اعوجاجه، وكانت قراءته للقرآن سببا في انشراح صدره وتيسير أمره وبركة وقته. ولو أراد المرء أن يتكلم في فضائل هذا الكتاب العظيم من اليوم إلى الغد فإنه مهما تحدث وأطنب وتكلم وأسهب فإنه لن يفي بعشر معشار فضائل هذا الكتاب العزيز.